عيد القيامة المدينة أحبائي زي ما بقولكم دايما عبارة عن يوم الأحد يوم القيامة، بس اليوم ده طويل شوية. الكنيسة خصصت لي 50 يوم متصلين من عيد القيامة لحد عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة. كل يوم في هذه الأيام التسبيحة بتاعتنا خريستوس أنيستي، التحية بتاعتنا خريستوس أنيستي، الكلام بتاعنا عن قيامة رب المجد يسوع المسيح. الكنيسة قصدت يا أحبائي بهذه التعليم الرائعة إن احنا نعيش القيامة كل لحظة، كل لحظة المسيح قائم في داخلنا، كل لحظة احنا قيام مع رب المجد يسوع المسيح، كل لحظة احنا بنرتفع مع رب المجد يسوع من الأرض للسماء. معنى هذا الكلام إنسان بيرتفع من الأرض للسماء مع رب المجد يسوع لازم يرتفع بفكره، يرتفع بقلبه، يرتفع بكلامه، يرتفع بنظرته، يرتفع بكل خطوة وكل عمل وكل حركة يعملها في هذه الحياة، يترفع عن الأمور التي تبعدنا عن رب المجد يسوع ويمسك بقوة وبشدة في الأمور التي تقربنا من رب المجد يسوع. نحفظ كلام ربنا، ننفذ وصايا ربنا، عشان كده يقول حق الحق أقول لكم من يحفظ وصاياي، من يحفظ وصاياي لن يرى الموت إلى الأبد. للدرجة دي يا رب قول آه، تحفظ وصايا ربنا، تنفذ وصايا ربنا. أنت كأب لما بتطلب من ابنك الصغير حاجة ويطوعك ويقول لك حاضر، قد إيه قلبك بيبقى فرحان؟ رب المجد كده وأكتر لما يدينا الوصية واحنا ننفذ الوصية هو بيفرح، لكن للأسف الشديد لما احنا ما ننفذش الوصية بنحزن قلب الله، بنحزن الروح القدس الساكن فينا. عشان كده وعلمنا بولس الرسول يقول لا تحزنوا الروح. يعني ايه واحد الروح القدس ساكن فيه؟ المفروض بيتكلم بقوة الروح القدس يوم يقول كلام بعيد عن قوة الروح القدس، والروح القدس حزين. حضرتك لما تجيب ابنك اللي كبر شوية وتبعته في مشوار تقول له روح لعم فلان قول له بابا بيقول لك كذا كذا كذا، ويروح ويخلص الموضوع زي ما انت عايز، قد ايه بتبقى انت فرحان وفخور من جواك، بتشكر ربنا ان انت عرفت تربي، مش كده؟ ربنا كده برضه، ربنا كده قال لنا اكرزوا للامم، قولوا كلامي، احفظوا وصاياي، نفذوا الوصيه. لما يلقانا ماشيين على هذه التعليم بنكرز. مش لازم تكرز بان انت تقف توعظ الناس في الشارع، صعبه، يكفي تكرز ان انت وانت ماشي في الشارع يشاور عليك ده انسان مسيحي، عشان كده هو امين، لسبب امانته انه مسيحي. الراجل اللي ماشي هناك ده لما تقف تتكلم معاه تفرح وانت بتتكلم معاه، الانسان اللي ماشي هناك ده وانت بتتعامل معاه يبقى هو قلبك كده مش عايز تبطل المعامله معاه. ليه؟ اصل ده مسيحي وارث الحاجات الحلوه دي من رب المجد يسوع شخصيا، بينفذ هذه الوصيه لانها لها رب المجد يسوع المسيح. عشان كده لما بيحصل احبائي حاجه كبيره، حادثة، حد يستشهد من ولادنا أو من أبائنا، العالم بيستعجب ويسأل المسيحيين دول عجنتهم إيه وخلقتهم غير البشر، بيسألوا كده. الإجابة آه، المسيحيين إحنا خلقتنا غير البشر، ده يقول معلمنا بطرس الرسول، مخلوقين ثانية ليس من زرع يفنى بل من ما لا يفنى. احنا لينا خلقه غير البشر كلها،
كل إنسان عادي اتولد مرة واحدة، حضرتك لا، اتولدت مرتين، اتولدت من الوالد والوالدة دي الولادة العادية، واتولدت من المعمودية عشان تاخد الحياة الجديدة، خلقة جديدة. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس: لأننا نحن عمله، نحن خلقة ربنا في المسيح يسوع، مخلوقين لأجل عمل صالح قد سبق الله وأعده لنسلك فيه. أدي وهمة خطيرة، أنت ليك عمل ربنا عايزك تعمله، يبقى فعلا أنت خلقة جديدة، أنت خلقة غير البشر كلها، يبقى كلامي غير البشر كلهم، أسلوبي غير البشر كلهم. بالاختصار إنجيل لخص الموضوع: ولكن أنتم لستم من هذا العالم، عشان كده سيبغضكم العالم، سيضطهدكم العالم. تأتي ساعة فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ليه؟ لأن أنت غيره، شايف فيك نور، هو حاسس بالنور اللي جواه ومش فاهم، فعايز ايه؟ يظلمه، وبيفكر لما يموتك هيلغي النور، ده النور هيزيد، ده النور هيزيد. النور اللي جواه، نور الروح القدس، لما انت تكلم بإكليل الاستشهاد تزيد معه الأكاليل، والموتك يفتكرك عمره كله، وبعد ما يموت هو برضه هيتم فكرك انه شايفك في الملكوت في اكليل الاستشهاد، وهو في الجحيم بيصرخ لابونا ابراهيم: ابعت لي حد من ولادك يبل النار اللي حواليا. يرتب عليه يقول له: اسف، بيننا وبينكم هو عظيم، انتم لستم من هذا العالم، انت عجينه مختلفه عن عجينه العالم، خلقه جديده، مخلوقين ثانيه، ليس من زرع يفنى بل مما لا يفنى، موجودين في المعموديه، خلقه جديده، حياه جديده، فكر جديد، نظره جديده، عقل جديد، ذهن جديد. كل العالم اللي بعيد عن ربنا بيفكر تحت رجليه، احنا بنفكر في السماء. دي وصايا ربنا، لما نقرا الانجيل نلقى ربنا بيقول لنا كده: لا تهتموا بما تاكلوا بما تشربوا، مش وصى تلاميذه كده؟ لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذيه ولا عصا للطريق. ده الطريق صعب وكلها صخر، يا رب هنمشي ازاي من غير عصايا؟ تتكلش على انك معاك عصايا، ما تخافش، ربنا يحل لك كل المشاكل. الانسان العادي لا، محتاج سلاح وماشي في الطريق، محتاج زواد اللي هي الاكل، محتاج فلوس، محتاج ركوبه، محتاج عصايه عشان الطريق واعره وصعب. لكن انت كمؤمن مسيحي ابن ربنا مش محتاج حاجه، انا مش هتكل على حاجه، انا هتكل عليك انت يا رب المجد يسوع. يعطينا رب المجد افراح القيامه في قلبنا، لكي ما نعيش فاهمين لوصاياه المقدسه، نعيش في ظل هذه الوصايا المنيرة التي ترفع عقولنا وأفكارنا إلى السماء. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن أبد، آمين.